السلام عليكم خوت، وصباحكم مبروك. اليوم راه تنتواجدوا في سوق اربعاء الفقير بن صالح. يلا ادن مدن، الله يدير الخير. السلعه راه دينا، شاركنا مع واحد الاخ 3000 درهم الخوت، 60000 ريال. شحال من واحد فيه الحبه الزين؟ جوج ياك؟ 3000 درهم الخوت، 60000 ريال، جوج فيهم الحبوب. شحال من واحد يا الزين؟ 14. هي 14 الخوت، 14 راس 3000 درهم. تبارك الله، المليح كاين تبارك الله. الثمن تا هو كاين 3000 درهم تبارك الله الخوت. اللهم بارك تبارك الله. قاعد هذاك قاعد، راه مشى قاعد. قاعد قاعد قاعد. راه عز دينار على الجيار. مليح الخوت مليح، شي حاجة طوب. كال يا ود عمي كال. لا كاين المليح ودي اسم محمد. ها؟ الله يبارك. الله يبارك. وهادشي لما سبقتي عليا ما كاين حتى حاجة محمد. ها؟ التوجيهة راه هي الأولى. واه. السلعة تبارك الله الخوت، 14 راس 3000 درهم. اللهم بارك. وهاد السلعة هادي قليلة في السوق. ما دايراش الأسواق كاملة قليلة، ياكل الله محمد. الله يبارك والله ييسر الامور، وبقاو معنا حتى يصبح الحال، ونشوف لكم الاثمنه في السوق ان شاء الله. ولا شرينا شي سلعه غنشاركوها معكم الخوت. وصباحكم مبروك، صباحكم مبروك الخوت، وصيام مبروك، الله يدير الخير. الله يبارك والله يبارك والله يدير الخير. بقاو معنا حتى يصبح الحال الخوت، والله ييسر الامور. والشرطه تصب على الزدينا، خير ديال الشرط يطيح. والخير ما عشي صحيح. الله يبارك. والخير ما عشي. حيد على الزدين حيد. والله يدير الخير الخوت. بارك الله، اللهم بارك الخوت. سلعه مليحه تبارك الله. مليح والثمن الخوت، مليح والثمن الخيالي. خيال العلمي. الثمن شحال شحال يا عمي؟ 57 الخوت، سلعة مليحة تبارك الله. الله يبارك، انظر لعملية السلعة هذه معنا راس السوق اليوم هذه تبارك الله مليح. هي هذيك ديال 3000 درهم اللي في الفيديو في الأول الخوت. الله يبارك تبارك الله. مليح. الله يبارك تبارك الله. هيا الله يحفظك. 2850 درهم. 57 ألف ريال الخوت. شحال من راس يا عمي شحال؟ 14 راس. بارك الله، الله يبارك. الله يبارك للمواليه اللي كانوا معلفين تبارك الله. كان حل واحد فيه حل الحبيبة في شاكله الخوت. ياك عمي؟ الله يرحم والدي. 2850 درهم الخوت، 57. الله ييسر الامور والله يدير الخير الخوت. راه قليل الخوت اليوم، راه صب خاوي، صب تصب الشر. اللهم بارك والله يدير الخير. صغرى خاوي الخوت، داخل السلعة قليلة. والثمن لا في الحولية لا في الخروف الخوت، الثمن خيالي ما قدينا نشريو. شو اتجاه اخر، الله ييسر الامور، الله يدير الخير الخوت. رمضان كريم تبارك الله، اللهم بارك الخوت. السلعه هي اللي صورنا في الاول ديال الفيديو، ها هي بان صباح الحال. اللي يعني
نعاودوا لهذا الفيديو باش تشوفوها مزيانه الخوت. الله يبارك. تحيه للسي عبد الرحيم ود عبيده، الراجل طيب معقول الله يحفظه. الله يبارك قاعد قاعد ود العم قاعد، ولكن راه السروت تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله. 3000 درهم ولكن المليح الخوت، مليح الخوت الله يبارك، اللهم بارك تبارك الله. الله يبارك الله يبارك، مليح الخوت مليح مليح الخوت، شي حاجة طوب، اللهم بارك. 3000 درهم والمليح كل قرقع. حولي باقي بدري تبارك الله وواصل يا العشاقة تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الله يبارك. والله يسر الامور السي عبد الرحيم، الله يحفظك خويا الله يعاون. تبارك الله اللهم بارك الخوت المليح تبارك الله. الورد تبارك الله. هذا هو البيض بلدي يا بس محمد. الله يبارك. والثمن شحال بس محمد؟ شحال بس محمد؟ 42 و500 تبارك الله. 42 و500 الخوت مشرق 2125 درهم، ولكن راه كاين المليح مليح والثمن الخوت مليح والثمن، ما نعاود لكمش الخوت على الثمن. الله يبارك تبارك الله تبارك الله. هي الراجل الصديق ديالنا هذاك الله عمره دار، الله يحفظك خويا محمد بخير الله يعزك الله يحفظك الله يخير بيك. لا الله يعطيك الصحة، حتى راك عشاق تشري المليح ياك. الله يحفظك خويا الله يبارك. 2125 درهم. شحال من راس هي يا محمد؟ شحال من راس؟ يا 20 راس. 20 راس بارك الله الله يبارك. 20 راس الخوت بارك الله اللهم بارك. الله يرحمها الله غاتشد تاكل التفاح. تبع الضربه النوار ان شاء الله ياك. تحيه لسي محمد الله يحفظك يا سي محمد الله يعزك. لا الورد تبارك الله الله يبارك بارك الله تبارك الله. صافي خليها عزين خليها باينه هذه شاكره راسها. مشيو لاتجاه اخر الخوت. والله يسر الامور والله يدير الخير والله يسر لكم خوت. صباحكم مبروك. اليوم راه كاين التمر الخوت اليوم في السوق. كيفاش السوق هذا؟ صغير صغير بزاف. صغير بزاف صغاري. كاين التمر ما شريناش اليوم ان شاء الله راه نمشيو في حالاتنا. صغاري بزيد واحد 200 درهم الخوت على هذيك السيمانه. 300 درهم. الخروف اللي كان داير 50 صافي داير 56 الخوت. الخروف بدريه راه 20 22 كدير 16 15 دايره 22 الخوت. الناس. وصباحكم مبروك الله يجيب الصحه والسلامه الخوت. خمس الناس اليوم مره اخرى ان شاء الله. الخيل ديالنا وقع مزوين الخيل ديالنا. اسماعيل. تحيه تحيه للمستمعين. انا سعيد. محمد الخوت بقى العواجر وسموح من نويزر بن عامر زير شويه. تحيه للنويزي غالي وتحيه الكليكة كامله باسرها واحد واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك. اثمن الخوت شحال العيشي شحال ولد عمي؟ 36 و500 تبارك الله. 36 و500 الخوت 1825 درهم. ما كاين حبوب؟ لا والو ناقي ما كاين حبوب لا والو. الله يبارك تبارك الله. 1800 اي مرحبا مرحبا بك. 1825 درهم الخوت 36 و500. شحال من راس هي؟ سعود تبارك الله. الله يبارك الخوت والله يسر الامور والله يدير الخير. وتحياتي لكم الخوت والله يسر لك المرضي الله يحفظك خويا تبارك الله. اللهم بارك الخوت تبارك الله. خيرات الاربعاء خير صالح الخوت تاريخ 6/4/2022 الخوت مليح تبارك الله. الثمن مرضي شحال؟ 66 تبارك الله. استاهل تبارك الله مليح. 3300 درهم الخوت مليح تبارك الله. هذه اللي كاينه اغلى مغليظه في السوق اليوم هي هذه تبارك الله. الله يبارك تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. فيها الكاسر ياك ودعم غير شي واحد لجوج. هي شي واحد لجوج كاسرين الخوت. هذه سلعه مليحه تبارك الله الخوت وغير مواصل. الله يبارك تبارك الله. هما 10 ياك؟ 10 الله يحفظك خويا تبارك الله.
66 الخوت 3300 درهم. الله يسر الامور، الله يدير الخير، الله يسر لك المرضي. الله يعاون خويا، بارك الله، اللهم بارك الخوت. السلعه ديال الحاج تبارك الله، السرغيني عمي الحاج، شحال الثمن؟ 36 تبارك الله، 36 1800 درهم الخوت. الله يبارك تبارك الله. شحال من راس عمي الحاج؟ 17 راس تبارك الله، 17 راس الخوت، 36 1800 درهم. اللهم بارك تبارك الله، الله ييسر الامور، والله يدير الخير الخوت. الحمد لله الخير ديال الشتا تيطيح، الحمد لله والشكر لله، والله ييسر الامور، الله ييسر لك عمي الحاج، الله يعاون. تبارك الله، اللهم بارك الخوت. الثمن مرضي المشرى تبارك الله، 47 الخوت. الله يبارك تبارك الله، 2350 درهم. اللهم بارك تبارك الله. اسنان الحليبيه كان مرضي، الله يحفظك خويا، الله يبارك. هذوما الناس اللي باعوا ليك؟ اييه مرحبا، اغلى مغليضه تبارك الله، تبارك الله، الله يبارك الخوت. 47 باش خداو هذوك الناس الخوت، باغيين يكسبوها، الله يبارك. 2350 درهم، الله ييسر الامور، والله يدير الخير الخوت، بارك الله. والله يجيب التيسير اود العم، الله يعزك خويا، بارك الله، اللهم بارك الخوت. ود العم كيداير بخير؟ بس عليك معبورات شحال الثمن؟ 18 تبارك الله، 900 درهم الخوت. حوليه تايره فيها الثمن الخوت، تاهي زعما تبارك الله، 900 درهم 18000 ريال الخوت. الله يبارك تبارك الله، اللهم بارك. مرحبا، هذاك صاحبنا هذا. خلينا 900 درهم الخوت 18000 ريال. وهذا ولد العم تاهما شحال؟ المشرى، المشرى 15 المشرى تبارك الله، الله يبارك، الله يحفظك خويا. شحال عطاوك فيهم؟ 2000 100 درهم. المشرى 15 الخوت 750 درهم. عطاو 100 درهم ديال الرباح فيهم كاملات. عبورات تبارك الله، هادو شويه ثمن زوين، هادو رخاصاتهم. الله يبارك. وهذا الخوت راني عطيتو فيهم بحال 17000 و 300 اللي عطيتو، ما بغاش يبيع لي، قال لي 18. الله ييسر الامور، الله يدير الخير، الله ييسر لك اود العم، الله يحفظك خويا، الله يعاون. بارك الله، اللهم بارك الخوت. واخويا محمد بخير؟ الثمن شحال ديال هاد الخير تبارك الله؟ 20 20 تبارك الله. هادي معاهم ما معاهمش هادي؟ جوج هادي مصطفى، حيده حيده. 1000 درهم الخوت 20000 ريال، اللهم بارك. راك شاري لي نقا مولاي محمد، تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك. مرحبا مرحبا مرحبا، تبارك الله، 20000 ريال الخوت. شحال محاولية هما هادو؟ 12 راس. بارك الله، كاين ثمن الخوت في العبوره، والله يدير الخير، الله ييسر الامور. نمشيو اتجاه ها السوق الخوت. قلتي لها جدينا والصطافه، قلتي لها جدينا ياك والله يدير الخير. السي عزيز ما صرنا ما نشريو اليوم، ها نمشيو السوق غالي، السوق غالي، الله يرحم والدينا. نمشيو خاوين نديو لك البوره تاع عمي شحال؟ انا كليان ديالنا المدينه اللي مساومه حنينه ما كاينش، لا نشوفوا الخوت سوا، لا لا ياك شحال من واحد عطينا مصيفطينا العربون دابا تسنى تسنى الثمن ما نشريوش نتكمشوا، علاش خاصنا نشريو ثمن خاصنا نشريو ثمن مناسب اي والله يدير الخير. هادشي اللي كاين اللي في الرزق عند الديوا. هادو شحال يا عمي قلتي لي؟ 23 باش خلصات 1150 درهم الخوت 23. اللهم بارك تبارك الله، بارك الله، والله ييسر الامور، والله يدير الخير، والله ييسر لك يا عمي، الله يحفظك، الله يعاونك.
سعد القادر بخير خويا. الله يحفظك. شحال الخير تبارك الله. 23.5 تبارك الله. 1125 درهم. هادو قزارية تاع عبد القادر. هادو ديال قزار ياك. ديال القزار الخوت هادو 23.500. 1175 درهم الخوت عفوا. 1175 درهم. 23.500. الله يسلك سعد القادر. الله يعاون خويا. واي عبر زدتينا مخنا الله يحميك الوالدين زي ما قال عودة العدنا بس برطينا شحال شحال ود عمي شحال خلينا خاوي لعمي خاوي الخاوي يروح السيبا يدشي اخوال ال داك المنتشرة وهي قال لي قال شحال شحال الثمن المرضي 18000 شحال من راس شحال من راس 10000 تقدي معايا ندي مع الدكاترة لا ندي مع صاحبي ما كاين حبوب والو وحده فيها الامر هي نوريها فينا هي وريها لي 900 درهم الخوت 18000 اييه صافي صافي هذيك ما عليهاش شحال 10 هذوك الخدم هذو 40000 هذوك هذو 40000 هذ الجات هذوك الجات اييه الله يحفظك هذو 18 900 درهم حاولي زادت فيها 100 درهم على 15 يوم هذه اللي دازت والله يدير الخير الخوت والله يسر الامور وسلامي حار لكم الخوت خوت العزاز اللي كتبونا في كومونتير راكم عزاز تفرحونا بهذيك الكومونتير ديالكم الزوين والله يحفظكم ورمضان كريم شو اتجاهكم شحال اود العم الثمن شحال المرضي 58.5 تبارك الله الله يبارك الله يحفظك خويا 15 حولي لا لا كاين المليح الصراحه ديال 58 و500 الخوت الله يبارك 2925 درهم الله يبارك تبارك الله المرقد ديالها منين هادي قراقره اييه مرحبا الله يبارك تبارك الله كاين المليح الخوت كاين شي واحد فيه شي حبه واحد وخمسة وهذاك بوحدو هذا كنا حيدو عليه هذاك صح كنا حيدو خاصر لي البيعه هذاك صح فيها الحبوبه كبيره ياك هزز لي راسو نشوف هذيك الحبه وقنا عبد الرحمن اي طيبه واه هاد الحبوبه واعره بلاتي هذا كان اللي ما يديروش مع اغلى مليحه صاحبي 58 و500 الخوت 2925 درهم المغريضه ديال الخوت الله يبارك الله يحفظك الله يبارك فيك التقالية مع البنزينة وليدي نهار الأبعاد وكل ريافة بنينة من الحسيمة قال لك من الحسيمة المعلم خالد مصطفى خالد 10 على 10 الله يحفظك الله يرحمه رجعوا عندنا الناس برين تهلاو فيهم راك عارف الله يحفظك ثمانية وخمسين وخمسمية الخوت اللي عاطينهم اللهم بارك 2925 درهم المغليظة شحال من راسية 15 حبة الخوت 15 الله يبارك الله يحفظك الله يكبر فيك خويا الله يحفظك الله يحفظك خويا نمشيو اتجاه اخر الله يسر الامور والله يدير الخير بارك الله اللهم بارك هادو عمي شحال الثمن واغلى من القلعه بحال هذه الله يعطيك الصحه هذه غلبتيني فيها شحال شحال هادو الثمن عمي قلت لي 64 الخوت هادو تبارك الله 3200 درهم ما قدينا نشريو اليوم غنمشيو ان شاء الله خاوي لا سخر الله ما قدينا نشريو لا ما تقوليش خاوي تمشي لا ما لا لا غادي والله الا بنخرجوا بحالنا الصراحه اش لا ثمن الصراحه ديال الله اللي مزيد الفلوس 3200 درهم الخوت على 32 لواحد 1600 لواحد الله يبارك الله ييسر الامور الله ييسر لك يا عمي الله يحفظك الله يحفظك خويا عماد
راه القلعة احسن من القمصان. لا والقلعة احسن من القمصان. لا عمر هذا اي، لكن هنا كاين السلعة، كاين السلعة، كاين النسمة، النسمة النسمة واي النسمة والبيديكي. الله يحفظك. شحال الثمن خويا عماد؟ 33,650 درهم. لا لا كاين المليح، الله يعطيك الصحة، لا كاين المليح، الله يرحم الوالدين. سلعة التاد انا راه بلاتني هاد الايام الصراحة، ديال تنجيبها للناس تنبيعوها للكليان تيشكرونا الصراحة. نقول لك الصراحة ديال الله 33 تبارك الله، المليح راه كاين الخوت 1650 درهم. الله يبارك هذيك اخرى بعتها، بعتها خويا هذيك شحال تبعت؟ 37 و100 تبارك الله. هذه 37 هذيك راه مليحة الخوت، هي مرضي كدير بخير الله يحفظك خويا. هذه 37 و200 الخوت تبارك الله، هذه غلمت هي مليحة تبارك الله الخوت 1860 درهم، 37 و200 باش تباعت. ادالك سيد بيكسبها ياك؟ درا خويا الله يحفظك المرض. اعطيها سيدي اعطيها تبارك الله، الله يبارك والله يعطيك الصحة خو عماد. لا لا كاين مليح خو عماد الله يحفظك، الله يعزك وانت حتى راجل معقول صراحة، الله يبارك. شحال من راس هذه يا عماد؟ 14 راس، 37 و200 باش تباعت الخوت. الله يبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله، الله يبارك الله يبارك. لا لا مليحة تبارك الله، مليح كاين والثمن كاين الخوت، والله يدير الخير والله يسر الأمور. الله يحفظك يا عمي مرحبا، والله يسر لك المرضي، الله يعاون خويا. البيض البلدي هذا المعلم دام الحاج نسالي، الله يبارك. شحال عمي الحاج؟ 33,500 لا زوينين 33,500 الثوب بيرا ود العم. الله يبارك الله يبارك، شو الطاولة ديالو تبارك الله كديرة، الله يبارك الله يبارك. وقال لك على طبيعي واش شوف لا تخرس عرف اش تخرس، بس لا بغيتي الشجرة تعطيك الثمار. امين الثوب كدير تبارك الله الحرير، الله يبارك. 33,500 الخوت 1675 درهم على طبيعي، الله يبارك. لا لا تيتهرس هو الله عمر هذا، الله عمر هذا خاصته 100 ها 100 درك السبيل ياك هذا تا هو. شحال عمي؟ 36 في شي حبوبه الله يكرمك المرضي، انت راه متتبع ديالنا. الله يحفظك، كنت متبعنا من اوروبا نتايا، ولكن ملي تقول لي ما ودي لك نحبر ما ندير. الله يرحم الوالدين، الله يحفظك خويا، الله يعزك خويا، الله يكبر بيك. هذا 36 فيه حبوبه ياك 1800 درهم، الله يكرمك ولد العم. 1800 فيه حبوبه الخوت ماشي ديال هذاك، ماشي عرفت انا من قال لي 36 عرفت تكون فيه شي حاجه. الله يحفظك خويا، والله يسر الامور، الله يحفظك المرضي، الله يعزك. ما نخلي على يجي هادو 33,500 الخوت 1675 درهم، الله يسر لك. الحمد لله والشكر لله. خذ تبارك الله، الله يبارك. شحال الثمن المرضي شحال؟ 17 و تبارك الله. هي راه حاويه زوينه. واش ما بعتيهمش؟ لا لا هذاك خرجنا بنديهم كسبوهم اخويا. تبيعهم ليا؟ لا لا ماشي البيع صح. هي الله يحفظك 17,500 17,500 انا في مدرمه هذوك ما نبيعهمش صح. 875 درهم الخوت 17,500 باش خدام السيده الخوت، الله يدير الخير والله يسر الامور. اللهم امين الله يحفظك، الله يحفظك هو المرضي، الله يعاونك. 17,500 حولي ملاحه تبارك الله، الله يسر. وترى لي في الدراوش في العواشر في العيد. ها؟ الله يعاونكم.